السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بافضل صحة واحسن حال. النهاردة بقى راجعة لكم بعد فترة كده غبت عنكم فيها، والحمد لله رب العالمين. انتظروا مني كل يوم في نفس التوقيت هينزل لكم فيديو مني. عايزة اقول حاجة قبل ما ابدأ الفيديو، لو حد، دي نصيحة مني ليكوا اخواتي بجد، لو حد احبطك، حد كسرك، اوعي تقعي، اوعي تستسلمي للمرض، اوعي تستسلمي لاي سلبيات عايز يوقعك. قومي وقفي وكملي واشتغلي واعملي كل حاجة وشيليه من دماغك خالص. خلي دايما الزعل ما ياخدش في وقتك وفي حياتك اكتر من وقتها، في وقتها وانسي، ما تشيليش في نفسك، لاني صدقيني محدش هيتعب غيرك انتي. قومي وكملي. مش عايزه اقول المثل اللي هو اخره القافله تسير، طبعا انا مش هحب اقول اللفظ ده، بس انتوا عارفين اوله. فبجد سيبي اللي يحبطك يحبطك، اللي يوقفك يوقفك، انتي امشي زي ما انتي. خليها، هيجي يوم اللي عملت فيكي حاجه او ظلمتك استحاله ربنا هيسيبها، هتفضل هي بغلها وبحقدها الناس هتعرفها اكيد. دلوقتي هبدا معاكم الفيديو، عشان دي كانت نصيحه لازم اقولها لكم، لاني مريت الفتره اللي فاتت بتجربه كانت صعبه جدا، بس الحمد لله رب العالمين. جوزي وقف جنبي، وناس اشكرهم جميعا، هم عارفين نفسهم، بس انا ماشي انا اقول اسمائهم الا ما ياذنوا ليا بالحاجه دي. عايزه اشكرهم، هي ست انا بحترمها جدا، فبجد ربنا يديمها نعمة في حياتي، وقفت جنبي في الفترة دي يعني فعلا. وكمان أم وصاحبة ليا وقفوا جنبي هما الاتنين، وجوزي كمان، فبشكرهم من بالفيديو ده. وده نصيحة أنا بقولها لكم ببتدي بيها الفيديو، عشان أنا مريت بتجربة، كنت أكيد إن أنا خلاص يعني هقفل بقى قناتي، ولا محدش يعمل فيكي كده. كملي كملي، وإن شاء الله هتقدري وهتوصلي بأمر الله، مادام أنت ما ظلمتيش حد ربنا هيقف جنبك. نخش بقى في الفيديو النهاردة، هعمل لكم عكاوي إن شاء الله بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عكاوي أهي، أنا جايباها طبعا ومنغسلاها جدا ومنضفاها كويس جدا، وعندي حتة زبدة. البهارات بتاعتي النهارده ما عنديش طماطم وجزر، فعندي صلصه طماطم هاخد منها معلقتين للشوربه، ملح وفلفل اسود وهريسه شطه، وعندي بيوري طماطم، وعندي ثوم، وعندي فاصوليا بيضه منقوعه، وعندي رز، وعندي شعريه، وعندي بصل مقطعاها عشان انا هعمل لوبيا جنب عملتها كذا مره بباميه، المره دي عايزه اغير هعملها بلوبيا. البهارات بتاعت الشوربه، انا بشرة جوز الطيب حبه كامله، وحطيت كذا حبايه زي ما انتم شايفين. اعتذر لكم. حطيت كذا حبايه من اللي هي المستكه، عشان هي بتحب المستكه اكتر، وورق لوري، حبهان فتحته كده، وروزميري، وفلفل اسمر، وكبابه صيني، وعندك هنا خولنجان، وعيدان قرفه، وماجي، واي بهارات انت تحبيها حطيها. تعالوا مع بعض عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، نبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه هتجيبي حله على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حبايب قلبي، هتجيبوا كده حله على النار، هتحطي فيها قطعه الزبده، وانا هجيب معلقه سمنه بلدي كمان. بص حبايب قلبي، حطيت الزبده كده مع السمنه، سخنه كده واسيحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسفه بس ان انا بدات الفيديو كده، بس عشان احنا نتكلم بقى واحنا بنطبخ. عايزه اقول لكم حاجه، وبلاش ان انت مثلا عشان تاخدي حقك منها تطلعي تلسني او تلقحي بالكلام، لا هي ضعيفه، بلاش تبقي ضعيفه زيها. طبعا انتوا سامعين خبط، اكيد عرفتوا مين، او ما تلاقي في خبط وحاجات بتترمي وتترزع، دي بنتي الاء، ربنا يخليها لي يا رب. فبجد انا عايزه اقول لكم ما تدعوش على اولادكم علشان خاطر حد يصدق حاجه. انا غلطت في مره وعملتها، فبجد يعني طبعا انا زعلانه جدا، زعلانه جدا من نفسي والله العظيم بجد، ان مفيش واحده تستاهل ان انت تعملي كده. لا، اللي يصدقك يصدقك، اللي ما يصدقكيش. الحيطان عنده كتير قوي، يعني الحيطان عنده كتير، ينقي اكبر حيطه عنده في الشقه ويتعامل معاها بقى. ماشي حبايب قلبي، انا لازم كنت يعني اقول لكم الكلام ده، عشان بنات كتير يعني حساسه وبتاخد الموضوع على اعصابها وبتتعب وكده. لا، تتعبي ليه؟ تتعبي ليه؟ قومي وقفي على حيلك وكملي، ما تشمتيش حد فيكي. اللي عمل كده عايز يحبطك، عايزك تبني في الاخر.
نايمه في السرير ما تقوميش، لا اشبكيلي اشبكيلي بنتي، اهم حاجه ما تلصنيش عليك الفراغ. انا هحط دلوقتي كده اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، العفاوي هحطها كده في الحله ومش هقلبها غير لما تتحمر على الناحيه دي والناحيه دي. وانا بتكلم معاك وانا بطبخ عشان ايه في المرة ان احنا نطبخ، وكمان افيدكم بتجربة مرت عليا فعلا، كانت ايام صعبة قوي بس الحمد لله بفضل جوزي، الحمد لله ربنا يخليه دي نعمة في حياتي يا رب، خرجت من الازمة دي على خير، واديني واقفة معاكم وبتكلم وهكمل ان شاء الله. وزي ما قلت لكم لما حد يعمل فيه كده ما تسيبوش عليه بالكلام، سيبوه سيبوه، هو الناس مش غبية، الناس مش غبية، الناس هتيجي في الايام تعرفه. وزي ما هو اذاكي ربنا هيبعت لي، يعني اذا اعانتك قدرتك على ايذاء الناس فتذكر قدرة الله عليك. طبعا انا ما بوجهلهاش اي رساله خساره فيها اي رساله، لان الشخص اللي المنظر ده صعب قوي يا بنات تاثر فيه رساله، هو مش غبي، هو تدينه واعي وعارف الحلال والحرام، فمش هياثر في الكلام ده خالص، لا ياثر فينا احنا ناس عارفين ربنا بنخاف ربنا. فبجد انا مبسوطه ان انا قلت لك الكلام ده، اكيد في واحده من اللي قاعدين معايا واكيد من اللي بيشوفوني مرضوا كتير قوي في حياتهم بالتجربه دي وكده ينهاروا، بس لا ما تنهاروش يا حبيبي قلبي، قومي وقفي هتلاقي نفسك بقيتي احسن. واقفلي الصفحه كده اقفليها كاملها خالص، الصفحه اللي عملت لك مشاكل في حياتك اقفليها تماما، وبلاش ان تعرفي ان واحده تتكلم هيك تروحي تقولي هتتكلمي عليا، لا اوعي، لا ده انت هنيئا لها بالسيئات وهنيئا لك بالحسنات، خليها بيحب عليها يوم القيامه، خليها تتكلم براحتها خالص وتقولي اللي نفسها فيه، اوعي اللي على راسه بطحه هو اللي حاسس عليه، ما تروحيش لواحده وتقوليها انا ما قلتش وانا ما عملتش، لان ما فيش حد في الدنيا يستاهل ابدا 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 ان انت تروحي تعملي لحظه ضعف جات لي وبقولها لكم، يعني حلفت فيها بحياه بنتي، ما تستاهلش الشخصيه دي، انا حكيت كده على اموالكم ولا على اولادكم ولا على ايه ولا على صحتكم، يعني ما تدوروش على حاجه يا جماعه، طولوا امركم لله وربنا هيجيب لكم حقكم ان شاء الله. انا اسف ان انا طولت عليكم في الكلام، بس كان لازم ما دام احنا بنعمل اكل ان احنا ايه فرصه ان احنا نقول كلمتين، اكيد في بنات محتاجين يسمعوهم زي ما انا سمعتهم من انسانه بشكرها جدا بشكرها جدا بشكرها جدا، شخصيه جميله جدا، شخصيه الناس كلها بتحبها، برضو انا نفسي اقول اسمها بس لما كنت هستأذنها اجيبها اقول لكم اسمها في الفيديو الثاني ان شاء الله، هي اكيد الناس كلها عارفاها اللي انا اصلا بتكلم عليها، فربنا يخليها ويديمها نعمه في حياتي يا رب اللهم امين. بشكر جوزي جدا ساندني الفتره اللي فاتت والمحنه عدت على خير والحمد لله رجعت لكم، اي نعم في تعب شويه بس الحمد لله هنكمل، مفيش حاجه توقفنا يا حبايب قلبي. دلوقتي بقى انا هستنى كده انها تتحمر واقلبها على الناحيه الثانيه، بس بقى كده بسم الله انا عايزاها بس يعني تاخد لون زي ما خدت لون كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تغسلي العصير كويس قوي، غسليها كويس جدا، كمان عايزه اقول لك حاجه حبايب قلبي، لو ظلمتي حد يعني اتاكدتي ان انت ظلمتيه حتى لو هو تقبل الاساءه، الاحسان بالاساءه ما تندميش وما تزعليش، اتاكدي ان انت عند ربنا احسن منه، ان انت ما حبيتيش ان انت مثلا تستمري ان انت غلطتي مثلا او ظلمتيه في حاجه وكل ان انت رفعتي عليه سماعه او قلتي له كلمه ما تزعلش منه، ده مش ضعف منك، انت اقوى منه، انت اقوى منه واحسن منه 100,000 مره، عند ربنا ليكي اجر كبير ان شاء الله. وبرضو لما حد يجي يظلم حد اتأكدوا الأول قبل ما تظلموا انكم هتختاروا ناس انتوا بتحبوهم وللأسف ممكن مش هيسامحك، عشان كده برضو نتأكد نتأكد من اللي جاي بيقول لنا حاجة، بس خلاص يا حبيبي أنا دلوقتي هاخد بعض البهارات بتاعتي دي كده هنزل بيها على اللحمة،
بالله عليك كمان عايزه اقول لك حاجه، انا عايزه الفيديوهات بتاعتي تبقى فيها نصيحه في كل مره فيها، لان الواحد مر بتجارب كتير تجارب كتير جدا، والحمد لله علمتني الحمد لله. فكل مره هنصحك عشان ما تقعش في بنات بتبقى تحب تسمع النصيحه وتعملها. بس هقول انا دلوقتي هجيب بقى البصله كده ونشوح فيها شويه. بص بقى حبايب قلبي كده، انا هستنى لما هي يعني بتتحمر، انا وطيت النار عليها عشان انا عايزه الميه تكون عليها سخنه، فبعملها في الكاتل نسيت خالص ان اشغل. هنا بقى بنكمل نقول ايه بالنسبه للاخوات اللي بيزعلوا مع بعض. انا في كل حلقه ان شاء الله هعمل موضوع، اكتبوا لي في الكومنتس تحبوا نتكلم على الناس المنافقه، الناس اللي بتغش، الناس الكذابه، وانا هقول لكم تتعاملوا معاهم ازاي، وهقول لكم يعني تجنبوهم ازاي، وهقول لكم حقكم هيجي من عند ربنا ازاي، وهتلاقي ربنا كرمك في حاجات تانية وبيعوضك في نفس الوقت. فكل واحده بجد انها بحكم تجاربي انا هفيدك بحكم تجربتي الشخصيه في الموضوع اللي هتقولي لي عليه في الكومنتس، وهطلع واحنا بنضبط الطبخ كده مع بعض. يعني اول ما اللحمه هي تتحمر يعني تبقي مستفاده ان انت بتشوفي الاكل بيتعمل ازاي، وحاجه تفيدك في بيتك، وكمان تاخدي نصيحه لو انت محتاجه اي نصيحه انا تحت امرك فيها ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم في ناس تقول انا هقعد احزن كده، سيبيها شيليها من دماغك خالص. انت من غير ما هتحاسبيني انت لازم نقول حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات والاذكار الصباح والمساء والكلام ده كله، بس ان انت تبقى قاعده كده ومتضايقه وتعيطي وتيجي على اعصابك وتتعبي، محدش هينفعك. لو عندك عيال محدش هيربيهم غيرك. خافي على صحتك. اوعي تدعي ابدا على حد في عيالك، اوعي تدعي على عيشتك، اوعي تدعي تبطريش على حاجه. احمدي ربنا على كل حاجه وقولي الحمد لله انها جت على قد كده، يمكن ربنا عمل كده عشان شايل لك خير في حاجه ثانيه، وهتلاقي ربنا اقسم بالله عوضك في ساعتها، في ساعتها هتلاقي عوض ربنا جايلك. فقولي الحمد لله وكملي ما تقعيش ابدا. انا تحت امرك اي مشكله عايزينها، مدام انا هكون مريت بيها هجاوبكم بحكم ان انا مريت بيها. اي بقى اخوات مع بعض، يا ريت مفيش حاجه بتعوض الاخوات، مفيش اي حاجه خالص بتعوضهم، ولا فلوس ولا اي حاجه. كل انت ليكي اخت ادفعي سماعه التليفون عليها تقولي لها ازيك وكده، فبجد دي الدنيا واللي فيها. بس فعايزه كل اخت، كل اخت لو خصم اختك روحي حبيبه قلبي كلميها، مفيش حاجه مستاهله لاي سبب. ما تزعلوش من بعض الدنيا. انا في ثانيه كنت رايحه اقسم بالله، في ثانيه كده كنت خلاص كنت ميته، عارفين كنت في يحيي العظام وهي رميم، انا كنت ميته ميته حرفيا. بس الحمد لله اديني ام، وبرضه هقول الف شكر الف شكر للام اللي انا بقول عليها. انا كنت عارفه اقول لوالدتي حاجه لاني والدتي تعبانه اصلا، هي كانت هي وام صاحبتي الصراحه الاثنين ما سابونيش خالص، وزي ما قلت لكم ما اقدرش اقول اسمائهم لان هم انا ما خدتش رايهم في ان انا اقول اسمائهم. بس الف شكر ليهم بجد، شكرا ان انا رجعت اقف واكمل تاني. ويلا بقى خلاص كده خلاص نكمل نشوف البصه بتاعتنا. بصوا بقى يا حبايبي، عايزه اقول لكم العكاوي دي ناس كتير ما بتحبهاش، دي احسن اكله ممكن تعمليها او احسن قطعيه لحمه ممكن تاكليها. خلاص كده انا هي اتحمرت، وكل اللي انا هعمله هحط عليها الميه وهسيبها في الميه تغلي من الكتل عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولي لو عجبكم ان انا في كل حلقه اطلع اتكلم في موضوع ولا نطبخ، بس عرفوني في التعليقات في الكومنتس بتاعتكم. ما تنسوش اللايك، وبصوا الديسلايك عادي يا جماعه، ما حدش يزعل من الديسلايك. يعني اللي يحط لكم ديسلايك قولوا يلا وهل من مزيد بجد، يعني اللي حابه تحط ديسلايك انا بقول لها حطي من 60 حساب، اكيد هي فهمتني، من 60 حساب حطي، انا بقولها لك حطي من 60 حساب ديسلايك، ربنا هيرفع لي لايكات ان شاء الله وهيكبر القناه بامر الله. وانتي هتفضلي يعني هقول لك ايه، ربنا يهديكي، ما اقدرش ابقى زيك واقول اكتر من كده غير ربنا يهديكي عشان ما اقلش من قيمتي، لاني سوري في الكلمه، اللي يقل من قيمتك اوعى ترد عليه، ما يستاهلش والله العظيم ما يستاهل انك تقل من قيمته قيمتك عشانه. سيبه خليه في اللي هو فيه، ربنا يهديها اللهم امين. خلاص كده انا هسيب بقى العكاوي اهي تستوي معايا، وهجيب بقى حله هنا هكون مشغله حق عشان بص ننجز مع بعض كده. نعمل الرز واللوبيا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
هشغل الاونين كده، هجيب بس سمنه بلدي هنا واجي. بصوا بقى حبايبي، انا بعمل اللوبيا بطريقه كده يعني جديده بس هتعجبكم ان شاء الله. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. احط بس حته السمنه كده تسيح، حته سمنه بلدي هنا وحته سمنه بلدي هنا، فتح العينين اهو. وهنا هحمر بقى الشعريه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا بحب اعمل دايما بيتين عصفور، النهارده هغير وهعمل بالشعريه. هخليها كده النهارده علشان بس ما تكسر الشوكه. هجيب بقى اللوبيا بتاعتي بعد ما نقعتها كويس جدا، هقول لك الطريقه دي اعمليها هتاكلي احسن لوبيا ان شاء الله. بسم الله، وهتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. هتشوحي كده اللوبيا، شوح برضو هنا الرز كده. جربوا حبايبي بالطريقة دي تعجبكم اوي ان شاء الله. مش عارفة انتوا كده شايفين، افتح لكم النور بس كده. كده بشوحها هجيب لها بس معلقة سكر كده وانا بشوحها، وهقول لكم هنعمل ايه. راح اجيب معلقة سكر بس ما يا قلبي كده. شوفي الحلوين كاملين، نفرفش بقى شوية كده ونضحك حتى النكد اللي الواحد بيبقى فيه ده، ونشوف بقى هنعمل ايه. ادي اللوبيا بتاعتنا اهي، انا ما سلقتهاش، انا منقعتها كذا مره وغسلتها مره واثنين وثلاثه، علشان هي بيبقى فيها ماده كده بتبقى لازم تتخلصي منها تماما. اللوبيا بالذات اللي بعمل فيها كده ما بنقعهاش، بشوحها بشويه سكر كده، ما بحطلهاش ملح دلوقتي خالص. هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. وبديها كده حته ثومه. بصوا حبايب قلبي، هو الفرن هنا كده فصل، معلش بقى هنكمل كده الشعريه. بصوا بقى حبايب قلبي اهي الشعريه اهي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كده شوحت خلاص، حطيت البصله وحطيت الثومه كمان. ده كله انا ما سلقتش اللوبيا، انا نقعتها ليله كامله نقعه كويسه. الفاصوليا قصدي سوري، الفاصوليا البيضة بالذات انا بحب اعملها بالطريقه دي. خلاص انا شوحت الشعرية، هنزل بالرز كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جربوا الطريقة بتاعتي دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، يعني خلاص كده. وهنزل المية عادي، هنضبطه عادي. ودلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هنزل بحبة مية كده تخمير على اللوبيا، وهسيبها بقى تستوي. جربوا الطريقة دي بجد، في اللوبيا رهيبة، هتاكلوا كانكم ما كلتوش لوبيا بجد قبل كده. وهنحط بقى الشوربه والصلصه في الاخر خالص. دلوقتي كده انا بشوح في الرز كويس قوي، بشوح فيه كده اهو. خلاص بقى هديله الملح بتاعه كمان، مش هحط الملح اللي هو بتاع كفايه كده، مش هحط الملح بتاع اللوبيا دلوقتي، كفيت بالملح بتاع الرز. انا بس ما جتش الحق وحصلي بس اهو. ادي الميه كمان بتاعت الرز بتاعتي. وارجع لكم بقى اول ما الحاجات دي تستوي، هرجع لكم. خلاص كده وهي هتبقى على التقديم ان شاء الله. ادي الرز اهو ماشي، هوطي بقى النار. انا بوطي النار وانا بعمل الرز، ما بستنوش. خلاص الميه كده سخنه عليه، بسيبه يوطى كده مع بعضه، وهوطي على اللوبيا برضه واسيبها كده تكتك وتستوي مع بعضها خالص. ماشي، نروح بقى اروح اشوف ورايا ايه واجيلكوا لما
الاكل يخلص ان شاء الله ونقدمه مع بعض. هي اللي بيفضل لها ان انا هحط لها صلصه الطماطم دي، انا بحبها خفيفه، بس هحط نص معلقه بيوريه الطماطم، وهنحط لها شويه شوربه من اللي هي بتاعه العكاوي، وهنشوف العكاوي هنعمل فيها ايه. بصوا كده بقى حبيبي قلبي، انا كده حطيت اللوبيا، الفاصوليا دي البيضه مش عارفه معلقه معايا اللوبيا ليه، وحطيت نص القطع الكبيره بتاعه العكاوي، وخليت بقى هنا القطع اللي هي الصغيره. ما شاء الله العكاوي كبيره يعني، لان انا زوجي بيحبها في شوربه وانا بحبها في الصلصه. كل اللي هعمله خليكم معايا ثانيه كده. بصوا بقى انا كده هجيب الطماطم كده، حطيت عليها معلقتها جزء شطه، هقلبها بس مع بعضها كده كويس. بجد جربوها بالطريقه دي، حلوه قوي 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 بجد، تاكلوا احلى لوبيا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هسيبها بقى تتكتك مع بعضها، بس هديها الملح والفلفل. عندي الفلفل الاسود كده، بسم الله، وهديها الملح كده بتاعها. خلاص كده كده يعتبر جاهزه على التقديم. طبعا الخط اللي انتوا سامعينه ده انا بنتي فاتحه البار عشان حاطه فيه المطبخ، عندي مش واخد حاجات، المطبخ كبير اه بس عندي حاجات، فحطها انا في البار في الطقم اللي هو بتاعي، لسه جايباه جديد والله. عايزه اقول لكم الحمد لله نصه قامت بالواجب، كسرته الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. انا جايباه عشانها الصراحه، عشان هي تلعب وتكسر، بدل ما تكسر السني فجايباه من لمين عشان هي تكسر، فمش هزعل عليه، هزعلها. خدي راحتك يا لولو، خدي راحتك يا حبيبه قلب. ايوه ايوه بصي في طبق بقى جنبك ده، ايوه في الحيطه بقى يا لولو، روح قلب مامي. بنت عسل لولو دي طالعه لامها، شفتوا؟ شوف مغروره مغروره موت. لا هي احلى طبعا. بس كده خلاص كده بقى يا حبايبي، يعني بصوا احلى عكاوي بجد. كل مره بعملها بباميه، بس المره دي انا مش عايزه اعملها طاجن، انا عايزه اعملها بالفاصوليا البيضه، لاني انا بعشق الفاصوليا البيضه، ما بحبش خالص الفاصوليا مع عين سمره دي، بس جوزي بيحبها بعملها. خلاص كده احنا خلصنا، انا بس هروح بقى استنى لما نقدم الاكل، عشان انتوا لو فضلتوا قاعدين معانا ممكن حاجات هتتزقل وهتحصل حاجات، ممكن دلوقتي تلاقوني مثلا الموبايل بقى اتطوح الناحيه الثانيه. هروح بقى اكمل لعب معاها وبرجع لكم لما الاكل ايه يستوي. بصوا بقى حبايبي كده خلاص انا خلصت اهو، ادي اللوبيا وادي اللحمه وادي الشوربه وادي الرز، واروح بقى احط الاكل عشان كده اتاخرت قوي على الراجل. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تحطوا لايك، لو عايزه تحطي ديسلايك حطي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم.